أكدت وزيرة التعاون الدولي رانيا نشاط على أهمية التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في فتح مجالات الاستثمار للقطاع الخاص لاسيما في قطاعات التنمية المتعلقة بالتحول الأخضر. جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التعاون الدولي مع المدير التنفيذي ونائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية مختار جيوب ونائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. هي لبحث مجالات التعاون مع المؤسسه التي تسهم بدور محوري في تعزيز مشاركه القطاع الخاص في التنميه من خلال التمويلات التنمويه الميسره في القطاعات ذات الاولويه وتبلغ محفظه التمويل الانمائي الجاريه للمؤسسه 1.26 مليار دولار